طيب لكم مستمعينا وغمشوا مباشرة ناخدو أسماء زريول دكتورة باحثة في مجال التغذية معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء. صباح الخير. ألو صباح النور. صباح النور أسماء، مرحبا بك. بارك الله فيك، ميرسي بوكو. مرحبا. اليوم أسماء ربما أول مرة كنتناولوا هذا الموضوع، هذا غنتكلموا على تغذية النساء بعد سن الأربعين. ف يعني الجسم ديالنا يعني تيحتاج منا واحد العناية خاصة يعني في جميع المراحل العمرية، لكن ربما ملي كنبقاو نتقدموا في السن تتكون يعني كما تنقولوا خاص يكون الاهتمام أكثر. فواش كاين شي تغذية خاصة للنساء بعد هاد السن أسماء؟ شوفي حليمة، أول حاجة خاصنا نعرفوها هو أن الآن بالنسبة للإنسان يعني عنده 40 سنة فما بقاتش داك أن الإنسان صافي وصل 40 سنة بدات مرحلة الشيخوخة، ولا بدات مرحلة إنسان صافي ولا كبير في السن، ولا هذاك الشيء اللي مترسخ عندنا، ولا كان شحال هذه فعلا. الآن التصنيف الجديد لمنظمة الصحة العالمية ديال 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 كبار السن وديال يعني ما بدينا تنتكلموا على الناس اللي هما متقدمين في العمر حتى 80 سنة. 80 سنة يعني 80 يعني قل من 80 سنة كلها مرحلة ديال يعني مرحلة ديال العطاء ديال العطاء اللي بغينا نقولوا، ماشي مرحلة ديال يعني الشيخوخة ولا غيرها. فإن الإنسان يوصل لمرحلة 40 سنة أو الأكثر، هي بالعكس في 40 سنة الإنسان تيوصل كيكون وصل يعني الأشد دياله، يعني الماكسيموم ديالو في يعني في العطاء وفي القوة الجسدية وكل شيء. ولكن خصوصا حنيمة، أنه الآن مني كنشوفوا مثلا المرضى، فإحنا كنشوفوا جميع يعني كتشوف مريض ياك وعنده مريض عنده مثلا 30 سنة ولا 20 سنة، وكتشوف مثلا هذيك السيدة ماشي تمريض، غير شخص يعني جاي للمدام الغذائي، كتلقاها أن السن الرقمي يعني البيولوجي ديالها الرقمي هو 20، ولكن البيولوجي كتلقي 35 بالنظر للوزن ديالها، للحاله العامه ديالها، للحاله ديال اللابو عندها، فكتلقاها اكثر. فهناك فرق بين العمر الرقمي والعمر البيولوجي. فهنا الهدف من الحلقه ديال اليوم هو اننا عن طريق التغذيه يكون العمر البيولوجي يبقى عندنا مزيان وجيد وفي احسن حالاته. شنو هو العمر البيولوجي؟ يعني اننا مني نشوفوا الحالة ديال الكبد والكلى والقلب وغيرها، نلقاوهم انهم مازالين لا بيرفورمانس ديالهم جيدة. نعم انا متفقه معك 100%. ربما يعني الاختيار كان جاي من ان الناس في سن الأربعين او النساء خصوصا، حنا نتكلموا اليوم على النساء، ربما في سن الأربعين كيبقى يبانوا بعض ماشي تغيرات، وانما مثلا تولي تساقط الشعر ربما اكثر غزاره، تتولي العنايه بالبشره تخصها تكون مكتفه، لان تيبداو شويه ديال التجاعيد، ماشي التجاعيد ولكن تيبدا شويه ديال التغيرات في الملامح ديال الوجه. فهنا حنا تنعرفوا بان التغذيه تتعاوننا يعني في جميع الاحوال. يعني لذلك يعني بغينا اليوم نعطيو فقط غير مثلا واحد النوعيه ديال الاطعمه اللي ربما تكون مفيده للنساء. صحيح بالنسبة يعني لهاد التغيرات. أما الأربعين أسماء اسمحي لي قطعتك، مازال عطي تماما. لا هو خاص الإنسان يعني هاد الشيء تصنيفات ديال المنظمة الصحة العالمية يعني تصنيفات علمية، لأن الإنسان حاليا طريقة حياته ولا فيها واحد الرخاء أكثر. يمكن شحال هادي ملي كانوا الناس يعني كيعيشوا في الصحاري ويعيشوا في يعني على برا، يمكن كان هاد الشيء صحيح.
كانت المرأة كتزوج سن مبكر جدا وكتبدا الولادات ديالها متتالية بدون عناية بدون شيء. صح. نعم. الآن والآن العناية حليمة، العناية راه خاصها تبدا في سن أكبر أقبل من 40 سنة. من 40 نعم. قبل من 40 سنة وعرفتي ما هو أكثر مثلا من هذا التجاعيد اللي ممكن تكون عند حتى النساء في سن اقل من 20 سنه خصوصا حول العين. الا ما كانتش هناك عنايه راه كنشوفوهم، يعني كنشوفوهم فتيات في مقتبل العمر عندهم تجاعيد في يعني حول العين وهي اكثر يعني شيوعا والاكثر يعني اللي كتسبب مشكله اكثر وكتجي بكري. فلهذا الافضل ان العنايه تكون قبل سن 40. وما كنتكلموش غير على التجاعيد، هناك ما هو اكثر اللي نخافوا منه؟ هو لوستيوبوروز، ترقق العظام. نعم. ترقق العظام هو اول مرحله من المراحل اللي كتبين لينا ان سن بدات يعني السن كيبدا يتقدم بينا، لان العمليه ديال بناء العظام يمكن كتراجع مع الوقت، وماشي غير في يعني سن 40 بل في سن اقل من هذا كتبدا كتراجع. العضلات كذلك كيبداو يتراجعوا في سن اقل من هذا اللي هو 35 سنه. فالعنايه كتبدا بكري، ما تستناش حتى نوصلوا 40 سنه. هذا من جهه. لهذا الاغذيه اللي خصنا ناخذوها هي الاغذيه الغنيه بالالياف، الاسماك، البيض، الاوميغا 3. فهادو الحديد، الاغذيه الغنيه بالحديد. فمثلا تكلمتي على تساقط الشعر، تساقط الشعر من اهم اسبابه هو فقر الدم اكثر من السن. السن كيأثر عليه بواحد الشكل بسيط جدا. تساقط الشعر، الهرمونات، الوراثة، فقر الدم. أما السن تيبقى آخر يعني آخر عامل في العوامل. الفيتامين دي خصو يبقى عندنا دائما في مستويات جيدة وعالية. لهذا كناخذوا حتى الدهون اللي كنلقاوها يعني الدهون الحيوانيه. ما نحيدوش الدهون الحيوانيه. زيت الزيتون من اهم واحسن الاشياء اللي ممكن ناكلوها ويفيدوا صحتنا، يعني ناكلوها يوميا ناكلوها ونستعملوها حتى للبشره والشعر. فناخذ وجبه متوازنه. واكبر عدو للمراه بطبيعه الحال في اي سن هو السكر. السكر. اي سن. نعم. السكر والطحين الابيض هذا هو اكبر عدو للمراه في اي سن فعلا في اي اي مرحله عمريه. وإلا حيدنا هادو نقدروا نصغروا ب 20 سنة اللور. أكيد. لا أكيد أكيد. يعني هادشي كنشوفوه الناس. شوفي فاش كيجي الإنسان عندك وكتلاحظ، راه شفنا يعني ألوفات الناس. نعم. ملي كيجي وكيتبع نظام غذائي جيد شنو كتلاحظي؟ كتلاحظي أن يعني التركيز ديال الدهون كيولي أحسن. الشكل ديال الوجه كيولي أحسن. لابو هادشي ملي كيتبع الإنسان نظام غذائي توازن. هنا يمكن لي نختم بهذه الطريقه الا سمحتي لي بهذا المعلومه، هو ان اكبر مسبب للشيخوخه، اكبر مسبب وكنسطر عليها، هي الانظمه الغذائيه الغير صحيه اللي فيها فقدان الوزن السريع، من استعمال الكيتو، الصيام المتقطع وغيرها. لانها اي نظام غذائي كيعطينا نزول وزن سريع نعرفوا اننا غادي نفقدوا الدهون من الوجه، وهذا الشيء غادي يعطينا يعني انطباع على اننا اكبر سنا. نعم تبارك الله عليك أسماء. فعلا خاص دائما الإنسان يأخذ تغذية متوازنة، عفوا ماشي حتى يوصل يعني سن الأربعين أو أي سن آخر. دائما الإنسان يحافظ على تغذية متوازنة وسليمة. نحيدو السكر، نحيدو شوية فرينة، نقصو منها لأن تعرفوا فرينة كاينة في الخبز. نحاولوا نقصو بعض الأشياء، نستهلكوها ولكن نحاولوا نوازنوا، بمعنى كليناها في الغداء ما ناكلوهاش في العشاء والعكس صحيح. شكرا جزيلا لك أسماء، شكرا على كل التوضيحات اللي عطيتينا اليوم. نتلقاوك بحول الله غدا على نفس التوقيت وطبعا على نفس الإذاعة.
بعد موجز الأخبار سيتم نقل مناقشة تقرير مجلس الحسابات برسم سنة 2021 مستمعينا. لذلك غادي نكتفيو بهذا القدر معكم اليوم، وغدا بطبيعة الحال عفوا لنا لقاء معكم على الساعة 9 صباحا. كل الشكر والمحبة لطاقمنا أناس عبد الهادي، رجاء حباد، فردوس أيت شعيب، كانت معكم في الإعداد وتقديم حليمة العلوي. ألقاكم غدا بحول الله، نهاركم مبروك.